الساعة 3 كذا نسمع في طحين، كيف طحين الرعا، وبعدين سمعت صوت كذا، طلعت جاء واحد كذا مخطم وفي يد دبيله ومتغطي ببطانية وحفير، ويقول لي يا حاج شارع البحر غار، شارع البحر موت وضحايا. في ناس طبعا نتصل به يقول لي يا مقفل يا خارج ضغط. هذا تو شارع البحر، رأيت هذا القوس، هذا شارع البحر. نبي نشوف ناس أصحابي طبعا في المغار، نبي نشوف المغار بالدرجة الأولى. يعني عندي حواشين خوالي لعج الشيخ وأصدقائي مكان هذاك إياي، لقيتها طايح يعني. علي 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 5-6 أمتار إلى مسجد الفتح. ما هو كل مجموعة شادة مربع. عندكم اتصالات فيهم؟ إيه عندي. راو 5 هني قولهم يا لا مسجد الفتح. تركينا هذه هربكينا رالي تصادر في مسجد الفتح. موجودين واضحين. قال لي واضحين توا. طلعت مجموعة صح؟ إيه والله. هذا حوش عاد سفرك اسمه هو. لا مانيش عارف والله ليه ما تصورنا. انا ما اعرف. وهنا زقاق كان. زقاق كبير وخش سواني وحوشي. زقاق. فرقة كثيرة يعني. ديروا في علامات. المكان هذا اياه راهو ميتين بالكامل، المكان هذا احياء بالكامل. وكل مره مكلمين تعال واو في جثه انا اياي، تعال في جثه انا اياي. درنا معرف التش بنت الاموات رائحه غريبه جدا. صديقي وسام قدور انقطع بيننا الاتصالات، وكان شبه يوميا يجيني يعني، فهمت؟ شبه يوميا نتلاقى. نعرفه من زمان بالكل، بحثت عليه فهمت، واني نبحث عليه فهمت، وان شاء الله خير يا رب. نعدي المستشفى في باب طبرق حي الزهور، نتأكد لعل نشوف شيء حاجة شيء هني على صديق. خشك سلامة الله. نسأل عليه مجموعة من المفقودين أصحاب وأصدقاء من أكتفاء انت فهم المف... ما لقيناهم شو، ما فيش اتصالات بيهم وكذا، قلنا نشوف المستشفى هنا إياه مرات يدلوني نلقاهم. المفقودين والجثامين والبلاغ عن حالات الوفاة والدنيا كلها كان عند المحامي العام سدان ورعطية في التقنية الطبية في الكلية اللي بجوار العيادة. نبحث عليهم غادي. أبحث عليهم غادي فهمت كيف. شكرا شكرا يا سيد. الله يسلمك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. نوري رافع. المعالم كلهن والخبر كله طايح. هذا ولد عمي فقد عياله كله، هو كان زياره في بنغازي. اطلال الشباب ما عادش لقيناهم، وكأننا توا نحن عايشين غريبين في هالمدينه هذه يعني، فاهم؟ شنو هذا يوم خشينا فيه يا باسل؟ انا خش كنا مع الباب هذا اياه مقطع في الفسائل بتاع النخيل. أعلنت الدولة أن المفقود ميت، وصلوا صلاة الغائب على كل مفقود. الأمر
كان الليله هذيك كانت اصعب اصعب من القنابل واصعب من الطائرات واصعب يعني. وناسف على الجماعه اللي يقول لك نبيدي قعدت ناب روحي، هي اللي موتوا اصحابي، موتوا بالكامل، جيراني موتوا بالكامل. ولما نشوف عيالي معنا نحمد الله ونقول لنا الحمد لله. ناس واجد تفرج واللي يبكي واللي منهار، لان اللي حقنا نوع من الدمار غريب بالكل يعني. ما طلعتش في المسيرة، كنت نبي يظهر بيان أن نحن كمدينة درنا نريد إعمار المدينة ونريد إسقاط الحكومتين ومحاسبة الحكومتين على هذا الإهمال والتسيب الذي بسببه سببت هذه الكارثة. الأيام الأخيرة دائما كان متشائم، لما نتلقى في القهوة كان دائما متشائم. الله يرحمه ويسامحه سيدي، الله يرحمه ويسامحه.